بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الاستقامة، وابعد عنا الندامة، أي اجعلنا على خط دينك الحنيف حتى لا نكون من الندمين على ما فرطنا في حياتنا، وفرطنا في عطاءاتك، وفرطنا في شكرك يا منعم يا عليم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني جاب لهم الآية دي باش ينغص عليهم حياتهم. أنتم استكبرتوا على الله وعوجتوا المقصد الرباني وفرغتوا ما أتت به الكتب الثلاث من محتواها، واخترتوا ما ينفعكم في دنياكم حسب حسابكم الخاطئ، ودرجتوا اللي هو فيه فائدة كبيرة، لو وصل إليكم وإلى الناس لكان الخير للجميع. هذا أبيتم إلا أن يكون العكس، فثقبوا ما سيعكسه ربنا في أيامكم المقبلة من تعاسات وخيبات أمال على مستوى الأنام اللي اليوم معاصرينا وليسوا بمعاصرين لنا، معاصرينا في أجسادهم النتنة القبيحة الآئلة إلى الدمار وإلى سن التخريب والأيتزامر، ولا عقل لهم رشيد يرشدهم إلى النور وإلى رضا النور الذي هو نور على نور، ولا ينفعهم لا في دنياهم ولا في أخراهم. ونحن نكرر ونعاود، لأن الكرب اللي ماشي في بالهم ما كيفهم حتى حد، يصون دي لي بير راسيست كما ولاد عمهم السيونيست. احنا قلنا يا ناس الطريقة هذاك راهو من زمان، بني أمية قلنا لكم راكم ماشيين لقرمو، ماشيين في الخيبة وراء الخيبة، والتشاؤم وضر الخيبة يزداد ويزداد ويزداد. كلما عصيتم الله كلما ربي يكبلكم ساعدكم، وهو مكبوه في تونس وغير تونس. علاش؟ لأنه فما محاربة الإسلام، وعندكم كيف الدمالة كيف الدبرة منا تجاه الإسلام، مجرد ريحة الريحة، ريحة الريحة أن تكون النهضة عند نوع من المرجعية الإسلامية، والله أعلم بحقيقة هذه المرجعية، نقصد مش في الخطاب ولكن في الأعمال التي تلمس وترى ويسمع عنها. فهمت؟ مجرد ذلك تحاربوها بالليل والنهار، وتقولوا النهضة ليست لها الأهلية باش تكون حزب على الركح السياسي، حزب على لشيكي بوليتيك. أنتم وليتمتم الأرباب، وترضوا على من يكون كيفكم وتستعبدوه في غفلة منه. أما اللي مازال فايق شوية كيف حزب النهضة، فايق شوية هذا يلزم يلغى باش نعمو بالفساد أكثر من الفساد بعصر بورقيبة وبن علي اللي خرب هالبلد اللي كانت تونس أصبحت لا تونس. والدليل على أنها أصبحت لا تونس لآلية اللي يحرق وتحرق في البحر ويغرق في الغرق المشؤوم، ومن عذاب الموت اللي صعب احتماله هو أن يموت غريقا، والله ما أنا غاضب عنه. وأنا عملت شوية اللي كنت تخبو في الداخلية وعيون على أهل الطريقة المحمدية على سيدنا أفضل الصلاة والسلام، مش أنتم اللي حرقتوا وتحرقتوا بالماء بالغرق، وكلاكم من تونتكم انتونا بعد الموت كلاتكم السمك والحوت. عشان تزيدوا على ما جرى لكم، موت تعذوا قبل ما يحق عليكم القول، كما حق على من سبقكم في التيان وعبادة الأوثان، أوثان جنس مال سمعة سلطان. وانت ماشي، احنا قلنا راكم في تباب وفي خسران، يعلم رب العباد. والسلام.